إذن للحديث عن تطورات المشهد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي، وعبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا وسهلا بكما ضيفين عزيزين في قناة الرافدين الفضائية. ولكن أبدأ معكم دكتور عبد الرزاق، بعد إعلان نتائج الانتخابات عمدت الميليشيات لإنزال عناصرها للشارع، وذلك للتظاهر رفضا للنتائج النهائية. ولكن هنا كيف تقرؤون استخدام الميليشيات لعنصر زعزعة الأمن والترهيب لإخضاع الجميع لرغباتها؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحياتي لك ولكل المشاهدين، وأيضا الأخ أستاذ هلال الدليمي. عزيزي، أولا هذه الميليشيات عندما تم تأسيسها بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني الغاشم للعراق، حقيقة كان مهمتها الأساسية هو الحفاظ على مصالح هذه القوى السياسية التي جاء بها الاحتلال، ومن ثم أيضا الحفاظ على مكتسبات النظام الملالي في إيران. والحديث عن أن هذه القوى أو هذه الميليشيات هي يعني دفاعا عن العراق، وهذه الأسلحة وهذه المعدات التي أنفق عليها من جيوب العراقيين كان يفترض أن تكون دفاعا عن البلد، دفاعا عن الشعب العراقي، ولكن في الحقيقة هذه كلها وجدت من أجل الدفاع والحفاظ على مصالح هذه الميليشيات وهذه القوى الخارجة عن القانون. فلذلك من الطبيعي جدا عندما تتعرض مصالح هذه القوى للتهديد من داخل البيت، بيت العملية السياسية طبعا، فهذه القوى طبعا ستستخدم كل الأسلحة وكل الإمكانيات بما فيها استخدام السلاح، أو الادعاء أنها ستستخدم هذا السلاح في سبيل أن تدافع عن مصالحها التي حققتها منذ عام 2003 ولحد الآن. مظاهر اللي هي حقيقة لا تتعدى أن تكون توظيف لنفس القوى اللي هي الميليشيات وما يسمى بالحشد الشعبي. هذه طبعا مرة يستخدموهم كقوة مسلحة، ومرة يستخدموهم بالمظاهرات. يعني بصراحة هؤلاء لا يمتلكون غير هذا ما يسمى الحشر الشعبي، الذي طبعا اضطر غالبيته، يعني أنا عندي قناعة أكثر من 90% من هؤلاء الناس الذين انخرطوا في هذه المؤسسة المشبوهة العميلة. هذا طبعا الناس الكثيرين هذول جاءوا من أجل لقمة العيش، وليس إيمانا أو اعتقادا بما تحمله هذه الميليشيات أو هذه الأحزاب من برامج، أو إذا أكو برامج طبعا، أو أهداف تدعي أنها تعمل من أجلها في العراق. دكتور سعود إليك، ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، إذا كان البعض يرى في الانتخابات ونتائجها بأنها مسرحية، لكن في هذا الإطار بماذا تفسر إخراجها بشكل يراه قادة الميليشيات على أنه مذل لهم بعد خسارتهم عدد كبير من هذه المقاعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين والعاملين عليها، وتحية خاصة للأستاذ عبد الرزاق. العملية السياسية في العراق أخذت عدة أطوار، وهذه العملية حقيقة عندما أتى بها المحتل الأمريكي وبالمباركة الإيرانية إلى العراق أخذت تأقلم نفسها حسب الظرف المحلي العراقي، ونتائج الرفض الكامل للعملية السياسية من قبل المواطن العراقي والعزوف عن انتخابات 2018 دفع إيران وقملائها والأحزاب السياسية إلى تشكيل قوى عسكرية تكون القوى الضاربة لتتدخل في مثل هذه الحالات، وأسس الحشد الشعبي الإيراني والميليشيات التابعة لها لتكون القوة الضاغطة لها على المشهد السياسي العراقي، وإعطاها صفة شرعية ومصروف عليها من قبل الدولة العراقية. الانتخابات وقانونها الأخير
وعزوف المواطن العراقي بعد اكتشاف زيف الأحزاب اللي تدعي الأحزاب الإسلامية ومسمياتها والكتل وما إلى ذلك التي حكمت العراق خلال الفترة الماضية وما آل إليه وضعية المواطن العراقي من سوء وضعية البلد من سوء. هم كانوا حقيقة يعرفون جيدا أنهم خسروا الرصيد الذي كانوا يدعونه أمام المواطن العراقي وفتاوى المرجعيات وما إلى ذلك والتهديدات والنفس الطائفي والوقود الطائفي الذين لا يمتلكون غيره. كل هذه الأسلحة أصبحت لا تنفع مع المواطن العراقي بعد أن كشف ألاعيبهم وكشف بأنه ناس سراق والنصب هؤلاء ليسوا إلا مافيات مسلحة تقوم بالسيطرة على العراق وتعمل لمصالح دول أخرى خارج العراق. وبالتالي عندما أصبحت الانتخابات رغم أنها احتوت على الكثير من التزوير حاولوا أن يضغطوا باتجاه أنه هذا العملية تحصيل حاصل، ولكن نتيجة ضغط المواطن العراقي وهناك القانون الأخير بالتعديل أدى إلى خسارة هذه الأحزاب بشكل كبير. هم الآن يريدون أن ينقلبوا على ما يسمى الديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها من 2006 ولحد الآن من العملية السياسية والهيئة المستقلة للانتخابات التي كانوا يدافعون عنها ما حدا من بدأ، ونفس اللجنة ونفس الهيئة المستقلة للانتخابات التي شكلتها الأحزاب المحافظة الطائفية الآن أتت بهذه النتائج. فإذا كل ادعاءاتهم حتى الادعاءات الكلامية والإعلامية لم يسيطروا لم يستطيعوا أن يثبتوا عليها. المفروض طيب. من الناحية الأدبية أن يحترموا ما كانوا يدعون خلال السنوات الماضية من هذه اللجنة مستقلة ونتائجها غير قابلة للتزوير. يعني لما يكون هم هو الفائز وهو يحصل ما يريد فهو هذه مستقلة، أما الطعن والتهديد السلم المجتمع العراقي هو الديدن الذي يسيرون عليه عندما تهدد مصالح الدول التي استعملته في العراق. طيب دكتور عبد الرزاق، هذا التحرك الذي تدفع الميليشيات باتجاهه عبر انزال عناصرها للشوارع، هل بات ينطلي على الشعب العراقي؟ وهل ايضا يصور الحاله الحقيقيه للنتائج والعمليه السياسيه برمتها؟ شوف اكو قضيه كلش مهمه، يعني احنا لحد 2018 كان حقيقة أكو تداخل بالخنادق وأكو هناك يعني ضبابية وخلينا نقول سيادة اللون الرمادي في العلاقة ما بين الشعب وبين ما يسمى بعناصر العملية السياسية اللي هذه الأحزاب والمجموعات التي جاء بها بعد الاحتلال. حقيقة اللي حدث بعد انتخابات المشوهة السابقة، طبعا الانتخابات كلها مشوهه ولكن كل انتخابات لها فت خصوصيه في الطابع، فالتزوير اللي كان يعني علني جدا وتم فضحه ونسبه المشاركه القليله السابقه الحقيقه دفعت بقطاعات كبيره من الشعب العراقي للخروج ضد كل العمليه السياسيه، بمعنى ان في عام 2019 عندما قامت ثورة تشرين الكبيرة العظيمة، هذه الثورة طبعا خلقت حقيقة حاجز أو أوجدت الحاجز الحقيقي الذي كان يجب أن يكون منذ عامين 2003. هذا الحاجز الحقيقة كشف للعالم أنه الشعب العراقي رافض 95%، أكثر من 95% رافض للعملية السياسية، رافض للاحتلال، رافض لكل الممارسات التي جاءت بها يعني ممارسات مشوهة نقلت يعني للشعب العراقي من مجتمعات أخرى بدون دراسة بدون تمحيص، الأمر الذي أنتج يعني قناعة لدى غالبية الشعب العراقي حتى الناس البسطاء الآن لديهم إدراك حقيقي أن ما موجود من عملية سياسية من ممارسات من انتخابات طبعا كلها عمليات مشوهة لا تمت بصلة للشعب ولا خصوصيته ولا رغباته ولا توجهاته. وهنا حصل الأمر الأساسي الذي كنا نتوقعه، أن الشعب العراقي في عام 2021 أثناء هذه الانتخابات التي قيل أنها مبكرة وهي لم تكن كذلك، وقيل أنها جاءت تلبية لرغبات الشعب وهي لم تكن كذلك، هذه حقيقة الانتخابات عرت وأوضحت بالدليل رغم كل الملاحظات. طبعا احنا عندنا يعني مثبتين انه هذه
الانتخابات هي مثل سابقاتها، هي مزورة يعني. ولكن الحقيقة التي اكتشفها العالم خصوصا ما يسمى ب الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، المجتمع الأوروبي، حقيقة ذول اكتشفوا يعني ولمسوا لمس اليد أن الشعب العراقي رافض. والذين ذهبوا للانتخابات ل يعني اختيار المرشحين الذين عرضوا أو قدموا أنفسهم، الحقيقة هم فقط جمهور هذه الأحزاب، يعني جماعة الفتح وغير الفتح، الحقيقة جمهورهم هو جمهور الحشد اللي هم ما أعتقد ما يتجاوزون 100,000 واحد يعني بشكل حقيقي، والباقي طبعا كله فضائيين. هؤلاء حتى هؤلاء قسم منهم، قسم كبير من عندهم حقيقة ذهبوا وانتخبوا مثلا جماعة نوري المالكي نكاية بمقتدى الصدر، جماعة كثيرين من الآخرين انتخبوا مقتدى الصدر نكاية بالمالكي وبجماعة فتح. فإذا هذا الصراع بين القوى التي كانت يعني تهيمن على المشهد، تهيمن على الواقع السياسي في العراق حقيقة، مع كل إمكانياتهم الشعب العراقي العالم اكتشف أنهم لا يمتلكون شيء، ولذلك جاءت النتائج بهذا الشكل الذي مو فقط فضحهم وكشفهم، وإنما أيضا أثبت أن الشعب العراقي يرفض جميع هذه القوى التي كانت تجتمع على الشعب العراقي، الآن أصبحت تتصارع وتستغل الشعب العراقي من أجل استمرار وديمومة مصالحها التي حققتها ومكاسبها حققتها للعراق منذ 2003 لحد الآن. دكتور هلال، هذا التحرك الميليشياوي في الشوارع، يعني هل تراه أنه يعكس خشيتهم على الديمقراطية كما يصورون، أم تعتقده هو رفض لتقاسم المناصب يرونه جائرا بحقهم؟ حقيقة السلاح ليس له وجه ديمقراطي، يعني عندما تنزل بالسلاح لتفرض رأيا ما هذه ليست ديمقراطية، هذا النقيض من الديمقراطية، وليس له مصطلح لا من بعيد ولا من قريب بالديمقراطية. ولكن هذه الميليشيات وهذه الأحزاب كما أسلف الدكتور عبد الرزاق، أعتقد أنها الاستيلاء على السلطة في العراق هو استحقاق. ولا ننسى بأنه الزيارات المكوكية بين قاعاني والمسؤولين الإيرانيين لإدارة العملية الانتخابية والعملية السياسية في العراق، وكيفية التغلب على المصالح، على تغليب مصالح إيران بالدرجة الأولى، وهذا لم يعد سرا. الارتباط هذه الميليشيات وهذه العناصر المسلحة بإيران وبالمشروع الإيراني، أعتقد أنها يجب عليها السيطرة على الوضع السياسي في العراق، مستغلة الوضع الدولي الذي أيد العملية السياسية الإيرانية الأمريكية في العراق، وأنه يجب أن تكون هناك هذه الديمقراطية تنجح على حساب الشعب العراقي. رفض الشعب العراقي لكل هذه المسميات هو اللي وضعه في هذا الإحراج، ولكن التصرف اللي تصرفوه أثبت للعالم أجمع بأن هؤلاء ليس أهلا للديمقراطية الذي يدعون، ولا أهلا للعملية السياسية التي تدافع عن مصالح دول وتنسى مصالح الشعب العراقي. عندما يظهر تسجيل اليوم لأحد قادة اللي يقول نحن لن نفك الارتباط مع إيران ومصالح إيران هي بالمقدمة، إذا كانت مصالح إيران بالمقدمة، ما علاقة الشعب العراقي الذي أصبح نسبة الفقر تتجاوز 40% منه لصالح دولة أخرى؟ هذا هو الخوف، ولهذا السبب إيران الآن تحاول وستحاول أيضا، هناك أنباء مسربة بأن يكون اجتماع اليوم في طهران للقوى الرافضة نتائج الانتخابات لكي تقوم بعملية انقلابية لصالح المشروع الإيراني كما يخطط له. طيب. والذين هددوا بالسلم المجتمعي، الإخلال بالسلم المجتمعي، هم يقصدون ما يقولون بأنه لو نأخذ ما نريد أو نعمل بالعراق ما نشاء لكي. وهذا الخروج إلى الشارع والقوى المسلحة دليل على أن إيران كانت تسبق هذه الأحداث وأنشأت هذه الميليشيات الموالية لها،
وما يسمى الحشد الشعبي لكي تسبق حتى هيئة الدولة فيما لو انحرف جزء منها بعد الضغط الشعبي أن يستجيب للمواطن العراقي بعد ثورة تشرين، كيف تقوم إيران بالانقلاب على هذا الوضع، وهذا ما يخططه الآن. طيب دكتور عبد الرزاق، عطفا على ما تفضل به الدكتور هلال، هل تعتقد أن إيران فقدت سيطرتها ولو بنسبة بعد أن فقدت الأذرع الموالية لإيران مقاعد في البرلمان، خاصة أن وكالة رويترز تحدثت عن زيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد حتى قبل إعلان النتائج، كيف تنظر إلى ذلك؟ شوف، الملف العراقي يعني منذ تقريبا مجيء بايدن بدأ يتحول من الخارجية الأمريكية إلى MI6 البريطانية، المخابرات البريطانية. حقيقة بريطانيا دولة يعني ضليعة وخبيرة بكل ما يعني أو كل ما تعني هذه الكلمة خبرة بالمنطقة، بدول المنطقة، ولديها علاقات مع النظام الملالي في إيران، ولديها أيضا تصورات عن طبيعة وخصائص المجتمع العراقي، طبعا مع ملاحظة أنه قسم من القوى التي يعني تعمل الآن فيما يسمى بالعملية السياسية لها علاقات قوية، يعني حزب الدعوة له علاقة قوية بالحكومة أو بالمخابرات البريطانية. هنا أنا أريد أقول أنه إيران حقيقة يعني هي ضمن توليفة العملية التي فرضت على العراق بعد الاحتلال، يعني هناك تنسيق بين النظام الملالي وبين بريطانيا ومع أمريكا للحفاظ على المصالح المتوازنة. يعني دائما نقول اللاعب الأساسي في العراق يعني هو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واللاعب الذي ينفذ ما تريده أمريكا وتريده بريطانيا وتريده حتى الكيان، يعني هذا الكيان الصهيوني، الحقيقة تقوم به إيران من خلال أذرعها اللي هم موجودين الآن بالعملية السياسية، ميليشيات وأحزاب وتكتلات إلى غير ذلك. إيران بالنسبة لها الحقيقة يعني حتى القوى التي تدعي أو تزعم أنها ضد إيران هي الحقيقة ترتبط بشكل أو بآخر بإيران. إيران حقيقة يعني عبارة عن منظومتين، منظومة الدولة الإيرانية اللي هي الحكومة ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك الجانب الثاني هو فيلق قدس اللي هي تكاد تكون حكومة موازية. كل القوى اللي بين قوسين تسمى يعني شيعية الحقيقة هي ترتبط أما في هذا الجانب أو في هذا الجانب، بمعنى إيران يعني إن خسرت في هذا الجانب هي الحقيقة تربح في جانب آخر. لذلك الضربة القوية الموجعة في هذه الانتخابات أن الناس الذين محسوبين على النظام الإيراني وعملاء إيران هم الذين أفشلوا وخسروا القوى التي هي محسوبة على إيران. هي هاي القضية المهمة، يعني تتخيل الحشد الشعبي ما ينتخبون جماعة الفتح، كثيرين من التيارات الأخرى لم ينتخبوا هاي التيارات. لذلك الذين ذهبوا الانتخابات اللي أنا حسب تقديري يعني لم يزيدوا عن 10% كلهم، يعني ويا كذب لم يتجاوزوا 10%. هذه القضية حقيقة هي التي عرت وكشفت أن إيران كل ما عملته خلال يعني هاي 19 سنة الماضية بعاجة إلى تدوير، بعاجة إلى إعادة إنتاج، إعادة حسابات. ولذلك طبعا مع ملاحظة نقطة كلش مهمة، أن ما يحدث الآن بالعراق هو إيران تستغله لأغراض التفاوض مع أمريكا في موضوع الملف، أنه يعني هي قضية مثل ما قال أستاذ هلال قبل شوي، يعني الإخوان هم محضرين كل شيء لقدام، وحقيقة النتائج لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى إيران. يعني الإيرانيين كانوا ينصحون، كانوا يوجهون، ولكن بعض القوى خصوصا نعم العمليات المسلحة حقيقة لم تكن تنصاع للتوجيهات والقرارات الإيرانية مثل ما كانت في السابق. كان معنا عبر سكايب من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي. كان معنا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي.